الخير سلمى. يسعد صباحك نرمين، صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون مليان بالخير والصحه والتفاؤل. طبعا نحن باول ايامنا بالسنه الجديده، امبارح كانت اول حلقه، اليوم ثاني حلقه. ان شاء الله هيك الناس اللي عم بتشوفنا كمان اليوم عطله ببيوتها نكون ضيوف خفاف ولطاف من خلال الفقرات اللي رح نرافقهم فيها ان شاء الله يا رب. يا سلمى بدي عايد عليك وعلى عائلتك واكيد لكل السوريين وين ما كانوا متواجدين، يا رب تكون هي السنه حامله مع كل بشائر السلام والخير والرزق الكثير، واهم شيء البحبوحه والدفى لكل السوريين. مثل كل يوم سلمى فقراتنا وضيوفنا نتعرف عليهم تبعا، ولكن خلينا نروح على العناوين. بداية صباحنا لليوم رح نتعرف على كيف نعبد طريق التصالح مع الذات. وضمن صباحنا أيضا التهابات المسالك البولية وعلامات لا يمكن تجاهلها. حروفيات عنوان معرض يحمل بصمة أنثوية من خلال الأقمشة التراثية. يعني نرمين بهذا الوقت من الجو خصوصا بتكتر نزلات البرد، مثل ما بنعرف الناس بتحاول تدفي حالها بالبيت او بتفوت على اي مكان مسكر بيكون في شويه دفى، بتطلع لبرا في فرق كبير بدرجات الحراره، هذا الشيء بيؤدي لنزلات البرد. خلينا نشوف بعض النصائح اللي جمعت لنا اياهم معده الحلقه هزار عبود بالتقرير التالي لنعرف كيف ممكن نحمي حالنا من نزلات البرد. يلجأ كثيرون لحماية أنفسهم من البرد بأكثر من طريقة، فمنهم من يحتمي بالأدوية ومنهم من يفضل الوصفات الطبيعية. مجموعة من الأمور البسيطة التي قد نجعلها عادة يومية إلا أن مفعولها سحري للحماية من نزلات البرد. المياه المالحة من أفضل وأسرع الوصفات التي تقلل خطر الإصابة بالالتهابات الفيروسية بنسبة 34%، وهو محلول ملحي بخلط المياه بالملح والغرغرة لمدة 10 ثواني مرتين يومياً. شرب 2 لتر من الماء يومياً يرفع مناعة الجسم. الاهتمام بتناول الأطعمة المصنوعة في المنزل وتجنب الأطعمة الجاهزة، إضافة إلى النوم لساعات كافية، كلها أمور تساهم بتقوية المناعة والحد من أمراض الشتاء. الحفاظ على النشاط واللياقة البدنية عبر ممارسة بعض الأنشطة الخارجية أهمها المشي السريع. هي أمور بسيطة ما بدها جهد كبير ولا تكاليف عالية، لكن إذا صارت نمط حياة ممكن تمرق الشتوية بكل هدوء وبعيد عن المرض والتعب. سلمى مثل كل يوم منرجع بالذاكرة لورا ومنقلب برزنامة التاريخ، شو صار بمثل هذا اليوم؟ خلونا نتابع. اليوم 2 كانون الثاني، عبر الزمن وسنين تسجلت كثير من الأحداث، قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بمثل هاليوم من عام 1757 البريطانيون يستولون على مدينة كالكتا الهندية. بعام 1929 كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياجرا. بعام 1947 الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة السلام من أجل الهند. بعام 1986 افتتاح المسرح القومي في مصر بعد إعادة تجديده. بتاريخ 2 كانون الثاني شهد ولادة عدد من الشخصيات، أبرزها بعام 1938 فاروق الباز عالم جيولوجيا مصري. وبه التاريخ سجل وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1995 مانويل ريفيرا رسام إسباني.
حنبلش أولى محطاتنا الصباحية نرمين، ويمكن كتير بنحاول نحكي عن الأمور النفسية. صحيح. وخاصة بهي الظروف، لأنه الإنسان لما ما بيكون مرتاح نفسيا ما بيقدر ينتج ولا بيقدر يشوف أي شيء ظريف وحلو بالحياة. صحيح. لما بتتنامى المشاعر السلبية بداخل أي إنسان بالعموم بتزداد يوم بعد يوم، وبتتحول لطاقة سلبية وهاجس مزعج ممكن ما يفارق صاحبه. بهالحالة بيتحول الإنسان لأسير للمشاعر السلبية. صحيح سلمى، ودائما بتكون البوصلة ونقطة الانطلاق هي التصالح مع الذات. لما نتصالح مع الذات أكيد نحن قادرين نتصالح مع محيطنا، ونقدر نتعامل معه بإيجابية أكثر، وخصوصا وسط صعوبات الحياة وضغوطها. كيف ممكن مع بداية هذا العام الجديد نتصالح مع ذاتنا؟ شو هي الوسائل والطرق، وكيف رح ينعكس هذا على حياتنا بشكل إيجابي؟ كله رح نناقشه اليوم مع ضيفتنا اختصاصية علم النفس سلام قاسم. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. يسعد صباحك يا رب، وإن شاء الله هيك هي سنة جديدة، سنة خير ومحبة إن شاء الله. جميع. يا رب. وكل عام وانتم بخير وسوريا كلها بخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قلنا بالمقدمة، الإنسان لما ما بيكون قادر يتصالح مع أي نوع من المشاعر الموجودة جنبه أو بداخله بالذات، وهي المشاعر السلبية، يمكن بيقلب هذا الموضوع لبصير جلاد على نفسه بكل الأوقات. خلينا نحكي أكثر مفهوم التصالح مع الذات. إيمت الإنسان قادر يتصالح مع ذاته ويتقبل فيني نقول المصاعب، الظروف، الكوارث بحلوة وبمرة؟ كثير من الشخصيات بالعالم بيعانوا من الاضطرابات النفسية، بيعانوا من الأفكار السلبية يلي هي بتسيطر على شخصيتهم، وهي الأفكار السلبية بتخليهم أبعد ما يكون من التصارح مع الذات. في الحقيقة التصارح مع الذات هو أنه أنت تتقبلي نفسك، أنه تتعاملي مع نفسك بأريحية بدون أي أفكار خارجية، بدون أي بهرجة، بدون أي صورة ترسميها لحالك، تتعاملي معها بشكل طبيعي جدا، تتقبلي العيوب كجزء من الشخصية، نتعامل مع الأفكار اللي موجودة عنا كجزء من شخصيتنا، نحاول نتقبل النقاط الضعف ونقاط القوة، ونشتغل على نقاط الضعف لحتى تصير أفضل. في الحقيقة التصارح مع الذات هو نقطة البداية نحو تطوير الذات. لما الإنسان بيكون متصارح مع نفسه بيحسن يعمل كتير شغلات بتخليه إنه إنسان واقعي منطقي، يحسن يكون مرتاح بكل تعامل. التصارح مع الذات في الحقيقة هو بياخد كتير أشكال، بياخد تصارح مع المظهر الخارجي. كتير من الناس ما بتكون مقتنعة بمظهر الخارجي، فهذا المظهر الخارجي بجوز بعض الأمور قادرة للتغيير، بالإمكان تغييرها مثلا زيادة وزن أو غيرها، ولكن في أمور معينة ما فيك تغيريها، مثلا لون البشرة، الطول مثلا، هالأمور هي لازم الإنسان كله صار يتغير عم يطول حالهم. فكمان من التصارح من أشكال بياخد التصارح مع البيئة يلي الإنسان عايش معها. لحتى يكون متصارح مع ذاته لازم يتصارح مع بيئته، يعني يتقبل الوضع اللي هو عايش فيه، يتصارح مع الماضي، مع مشكلات الماضي، مع حياته السابقة، لحتى يحسن تكون عنده حياة متطورة. ولحتى يتصارح مع ذاته بياخد هالتصارح هذا أشكال متعددة. لازم تكون الابتسامة ظاهرة، الابتسامة العريضة اللي موجودة على الوجه بشكل استمرار مستمرة، هاي الابتسامة بتعطيه طاقة إيجابية إضافة، لأنه هي دليل واضح أنه ما عم يحكي مشاكله للآخرين، عم يحاول هاي المشاكل اللي موجودة عنده يحتفظ فيها لنفسه، ويحاول أنه يحلها بطريقة معينة عن طريق التصارح مع الذات. التصارح مع الذات يقتضي التقبل، يقتضي التسامح، أنه نحن نتقبل حالنا مثل ما أننا نحن بدون أي تغيير. إذا ما حسنانين نعدل الشيء الضعيف يلي موجود عنا، نتقبل هذا الشيء بدون ما ينعكس سلبا علينا. التصارح مع الذات بيقتضي أنه نحن نتخلص بشكل أساسي من المشاكل أو من المشاعر السلبية يلي بتسيطر علينا، وهذا التخلص بيكون عن طريق التوافق ما بين المشاعر، ما بين المشاعر وما بين السلوك، ما بين المشاعر والاندفاعية اللي بتكون موجودة، ما بين الرغبات والحدود اللي ممكن تنوضع. هذا التقبل بيعطي نوع من الرضا، هذا الرضا هو الرضا النفسي عن الشيء اللي عم يعمله الإنسان، فبيعطيك قوة.
التصارح مع الذات بيكون بياخد شكل من أشكال التفاؤل، بيكون متفائل، عنده إيمان بالمستقبل إنه القادم أحسن. التصارح مع الذات بخلي الإنسان يتصارح مع الآخرين، لأنه ما فيك تتقبلي الناس اللي حواليك إذا ما كنتي متصارحة مع نفسك. بالمقابل ما فينا نتقبل نفسنا إذا ما كنا متصارحين مع الآخرين. أنا لما بتصارح مع الآخرين مو معناتها أنا لأني بحبهم متصارحة معهم، لا، بس بكل بساطة لأنه أنا ما بكرههم. فهذا الشيء بيعطيكي راحة، بيعطيكي شعور بالهدوء النفسي. فالتصارح مع الذات هو بناء للشخصية، هو تكوين. هذا التكوين بخليه الإنسان أنه إنسان ثاني، بخليه إنسان قوي، إنسان شخصيته قوية، إنسان قادر أنه يكون له شيء بالمستقبل. يعني عم نحكي فينا نقول فوائد للتصالح مع الذات، ولكن أحيانا ممكن نشوف نماذج بالحياة بيكون موضوع تصالح الذات جاي بطريقة عكسية. يعني عنده طبع معين بيقول لك أنا هيك طبعي هيك، أو أنا مرتاح مع حالي هيك، ولكن هذا الشيء ممكن يكون عائق قدام التطور إذا بدنا نقول، أو تغيير شيء ممكن بسلوكه أو حتى بشكله. ممكن يكون كمان أيضا برأيك تصالح الذات أو قبول الذات مثل ما هي بدون أي رغبة بالتطوير أنه عائق وجه التطور؟ هلا التصارح مع الذات لا يقتضي انه انا اقول لا انا هيك وما حدا له علاقه فيه، لا، هذا صار اسمه تمرد وصار اسمه جلد للذات، لانه عم ياذي حاله هيك، لانه الناس عم تكرهه وعم يكون ما له اي شخصيه، بالعكس هو عم بيصير نكره لانه اللي حواليه عم بيبعدوا عنه. التصارح عن الذات مختلف تماما، التصارح مع الذات انه بده يحسن الشيء السلبي اللي موجود عنده، مشان هيك قلت انا انه محض الافكار السلبيه اللي موجوده عنده ويعطي شيء للعقل الباطن، لانه العقل الباطن هو بيدخلك في اللاوعي، فنحن بنعطيه شو بدنا لحتى هو يعطينا. هذا بيكون عن طريق التخلص من هاي الأفكار السلبية، عن طريق توقيف الصراع الداخلي اللي بيكون موجود عنده. هذا الإنسان اللي بيقعد بيقول أنا هيك وما لكم علاقة، هذا عنده صراع داخلي عم بيعاني منه ما عم بيحاول يعترف. التصارح مع الذات بيقتضي أنه الإنسان يوقف لحظة مع نفسه ويقول أنه أنا عندي النقطة الفلانية، أنا إنسان عنيد، أنا إنسان سيء، أنا إنسان ماني قادر اندمج مع الآخرين، أنا إنسان ماني عم أعمل شيء لقدام. يوقف هاي اللحظة هيك بينه وبين نفسه لحتى يعرف أنه شو هو، شو شخصيته هي، شو مشاعره. لازم يحكي عن مشاعره ويكتبها بالورقة والقلم ليعرف أنا شو. لازم يتصارح مع نفسه، يوقف قدام المراية ويشوف حاله ويشوف ملامحه. يا ترى هو كونه ما عم يرسم هالابتسامة، يا ترى كيف رح يتقبلوه الناس الآخرين؟ لما بيتصارح مع نفسه أكيد الناس رح تحبه، أم لما بيقعدوا بيقول لهم لا أنا هيك بتكون تقبلوني هيك، معناتها هو ما له متصارح أساسا، لأنه ما تقبل النقاط السلبية اللي موجودة عنده. لأنه لو تقبل النقاط السلبية اللي موجودة عنده واعترف فيها، فأكيد هو رح يشتغل على حلها ورح يبطل يقول أنا هيك، رح يحاول يكون إنسان إيجابي أكثر، رح يكون يحاول يكون إنسان الناس تحبه، لأنه محبة الناس هي الكنز الحقيقي اللي الكل بيسعى له. فلما الإنسان بيكون متمرد، بيكون رافض للمحيطين فيه، فهو ما له متصارح مع نفسه بتاتا، بالعكس هو بيخلي بهالحالة الأفكار السلبية هي اللي عم تسيطر عليه، هي اللي عم توقف بطريقه إنه يكون متعامل مع الآخرين. والتصارح مع الذات لما قلت أنا إنه بيتعامل مع الآخرين، بالمقابل بده مع نفسه، بده يتقبل نفسه، بده يتقبل الآخرين، هي علاقة عكسية، بيتقبلوه بيتقبلون. ونفس الشيء نفس إذا ما تقبل نفسه ما رح يتقبلوهن، وإذا ما تقبلوه ما رح يتقبل نفسه. طيب، فالحقيقة أنه بده يكون متبادلة بين الطرفين. طيب أستاذة، طيب بهي الحالات اللي بيكون الشخص مانو متقبل نفسه وعنده قناعة أو حالة من التمرد مثل ما قلتي أنه لا أنا هيك صح والعالم هنن اللي غلط، أنا مزبوط، بالتالي كيف ممكن يتم التعامل مع هيك حالة؟ هل في المحيط بيقدر ولا لا؟ هون الشخص صار بحاجة لمعالج اجتماعي أو معالج نفسي. خلينا نحكي عن هاي التفاصيل، لأنه في كتير حالات من الناس ما بتكون مدركة أصلا أنه هي غلط، هو شايف نفسه هو الصح. هلا الإنسان لما بيدخل بمتاهات وبيعقد حاله، ممكن ما يقتنع حتى بشكله، بتلاقي كتير من الصبايا بيوقفوا قدام المراية وبيطلعوا هيك بحالهم، بيلاقوا انه انا ماني حلوة مثلا، او هي بجوز ما في انسان مانو جميل، دائما الجمال موجود عند الكل، مجرد انه انسان فهو رب العالمين خلقه بأجمل تقويم فهو جميل. فبتبلش تبحبش على مناطق تظهر فيها عدم الجمال، فهذا بصير نوع من الاضطراب اسمه اضطراب تشوه الشخصية.
فبيخضع له طبعا كثير شغلات بتنزل تحته، منها انه الصوره السيئه اللي بيرسمها عن نفسه. الانسان لازم يتقبل نفسه ويرضى باللي رب العالمين بعث له اياه. فهذا التقبل هو نوع من التفاؤل، نوع من الامل، نوع من الروحانيه اللي بتخليه يعيش مرتاح. اما لما بده يرفض الحقائق ويبلش يشتغل على شيء سيء داخله ويخلي الافكار السلبيه تسيطر عليه، اكيد هو بالنهايه رح يدخل باضطرابات نفسيه، رح يدخل بمشاكل سلوكيه، رح ما يحسن التصرف والتعامل مع الاخرين، رح يفقد مهارات التواصل. فمشان هيك اكيد بالنهايه رح يحتاج لاخصائي نفسي لحتى يوقف جنبه. وهذا طبعا مو غلط، لانه مجرد انه هو اعترف مش بمشكلته معناتها هون حل نصف المشكله. لما رح يلجا للاخصائي النفسي هو رح يعرف انه هو انسان عنده مشاكل، هو عنده اضطرابات نفسيه، هو انسان عنده مشاكل سلوكيه، هو انسان ما انه مقتنع من نفسه، ما انه عنده تصارح مع ذاته. التصارح مع الذات شغله كثير حلوه، يعني انا دائما بقول للناس لاي حدا بقول له كون انت لتكون حدا ثاني بحياتك، لتكون حدا ثاني، لا تعمل حالك مشان حدا ثاني، لا ترضي الناس اللي حواليك، لانه مهما حاولت انت لمجرد انه ترضيهم رح تدخل تماما ما رح يرضوا، لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك، بالاخير رح يتعب هو ورح هو رح يعاني. فالتصارح مع الذات يعني شغله كثير حلوه، هو اساس، الاساس هو لبناء الشخصيه، هو الاساس لتطوير الذات. الانسان مستحيل يقدر يتطور اذا ما اعترف بمشاكله. كثير مهم الانسان حتى من المشاعر والاحاسيس انه يعترف فيها، يعني حتى اذا ما حسن عنده الجراه انه يعترف فيها قدام الاخرين، يعترف فيها بينه وبين نفسه. يعني كثير حلو مثلا انا لما بشوف حدا من الناس، بشوف سلمى ولا الصبيه لابسه حلو، اعبر عن رايي اقول ما شاء الله لباسك حلو، شخصيتك حلوه. هذا الشيء بيعطي لإلك انت، لإلي انا اللي عم احكي، اعطاني ثقه بنفسي، وبالمقابل اعطاني جراه، وبالمقابل اعطاني تصارح مع نفسي لانه حسن تعبر عن رايي. بالنسبه للشخص اللي مقابلي كمان هو صار حس بشعور بالاريحيه، لانه انت اعطيتيه الدافع الايجابي والدعم النفسي اللي يخليه ينطلق نهاره بقوه ويؤدي ويكون على قد العمل اللي هو عم بيقوم فيه. التصارح مع الذات كمان بيقتضي انه الانسان يقوم بعمله بايجابيه، يقوم بعمله هيك بروحانية، بمحبة، لأنه كمان حتى العمل إذا الإنسان ما بيحب عمله أكيد ما رح يحسن ينجز فيه، فمحبة العمل هي كمان جزء من التصارح مع الذات. تمام. لما نحكي عن موضوع التصالح، يمكن في تقنيات أو في أساليب لازم نتبعها بشكل دوري إذا بدنا نقول، هي ما أنا يمكن إجراء سهل، نحن هو يمكن بيبنع من قرار أو رغبة نحن حابينها، لكن بده مراحل بتصور، أو بده كل فترة معينة نتبع تقنيات. شو هي التقنيات أو المراحل اللي نحن ممكن نمر فيها؟ أكيد هالحكي لحتى يصير تصارح مع الذات لابد من اتباع مجموعة من الخطوات. أولى هاي الخطوات هي بتبدأ بالتصارح مع الماضي، انه نتقبل الماضي مثل ما انه هو. ما في حدا، كلياتنا عندنا ذكريات طفوله وعندنا الام وعندنا احاسيس، ولكن نحن اذا ما رح نحسن نغير الماضي ونقلب الصفحه من جديد ونقعد ننكش بهالماضي، فبالمقابل نحن لازم نتقبل هذا الماضي ويكون نقطة الانطلاق الأولى والخطوة الأولى للتصارح مع الذات. أما الخطوة الثانية يلي هي كتير مهمة، إنه نحن نحط حدود للشغلات اللي ممكن نتصرف فيها. يعني أنا الشغلات اللي قادرة أنه غيرها بشخصيتي بغيرها، ولكن الشغلات يلي ماني حسناني غيرها بتقبلها مثل ما هي، بتقبل العيب مثل ما هو كجزء خاص ومهم جدا من الشخصية. كتير مهم لحتى أتصارح، من الخطوات اللي كتير مهمة هي أنه سامح نفسي، يعني سامح نفسك لحتى ترضى عنا. ما في إنسان ما بيخطئ، كله بني آدم خطأ، شئنا أم أبينا، يعني كلياتنا، وأكيد بنغلط بمرحلة من مراحل حياتنا، وهذا شيء طبيعي لأنه نحن بشر. ولكن الشيء المطبيعي أنه نحن نلوم نفسنا على هذا الغلط. لازم نتقبل الشيء اللي غلطناه ونسامح حالنا، وجل من لا يخطئ بقول لحالي أنا أخطأت، وببلش بشيء جديد بطريقة صح. حتى لما مو بس سامح نفسي، لازم سامح الآخرين، لأنه أنت لما بيكون العفو عند المقدرة، لما بيحسن الإنسان يسامح الآخرين، فهذا رح يكون يقدر كمان يتعامل مع نفسه، لأنه كمان جزاء من أصل العمل. يعني كمان هذا بيكون مثل ما تدين تدان، مثل ما بتعاملي نفسك هي رح تعاملك. فهذا كلياته يعني بيساعد أنه نحن نكون خطوة أساسية للتصالح مع الذات. من الخطوات الكتير مهمة بالتصالح مع الذات أنه كمان نحن نكون متفائلين. من الخطوات المهمة
مهمة إنه الطفل يلي موجود جوات كل حدا منا إنه يطالعه لبرا، ولما بيطالعه يحاول يحاسبه إنه أنت في شغلات معينة مثلاً انعملت بالماضي إنه أنا ما حاول إنه أطمرها، لا حاول أتقبلها لتكون خطوة لقدام. هذا الطفل كلياتنا، أي وحدة أي أنثى عندها طفلة خليها تعيش مرحلة حلوة بحياتها، لا نقول نحن كبرنا وما بنحسن أبداً، لا، التصارح مع الذات بأي مرحلة من مراحل الحياة لحتى نكون شخصية قوية. تصارح مع الذات بيقتضي أنك توقفي قدام المراية مثل ما قلت أنا وترضي عن نفسك. تصارح مع الذات أنه تمسكي قلم وورقة وتقعدي تكتبي مشاعرك وأحاسيسك بمواقف معينة. من الخطوات الكتير مهمة تحقيق كتابة أهداف وأنه نشتغل عليها. من الخطوات الكتير مهمة أنه ما في شيء اسمه التعميم، لأنه التعميم هو بيلغي صفات الأشياء مثل ما الظلام بيلغي الألوان. ما فيني عمم شخصية معينة أنه الناس كلها لازم تكون مثلها، هذا كتير غلط. أنت إلك شخصيتك وأنا إلي وأنت إلك، وهذا الشيء هو اللي بيميز الناس. عن القدوة، يعني اليوم بحياتنا صرنا نشوف كتير، طبعا بعد ما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي صرنا نشوف شخصيات جديدة، هي طبعا السوشيال ميديا صنعتها أو هي موجودة، ولكن السوشيال ميديا روجت لها بشكل ما أو بآخر. صار في عنا نماذج جديدة للقدوة بحياة الإنسان، ما عاد قدوته مثل سابقا ما كنا نشوف الأب الأم الأستاذ بالمدرسة الأخ الكبير الناجح أو لا، صار قدوته شخصية ناجحة على السوشيال ميديا بالفولورز بالريتنج اللي بتجيبه، مع أنه هي ممكن ما تكون تمثل القدوة الصحيحة. لهون خليني أدخل قدي صار في صعوبة بالتعامل، حتى أنتوا لما بتتعاملوا لما واحد بشوف الغلط صار هو الصح وهو الرائج وهو المطلوب. يعني لما بنت صارت تكون ملامحها جميلة بس صار التجميل الواضح بكل تفاصيل الحياة صارت بدها تلهس وراء هذا التجميل، أو حتى شاب بده يلهس وراء الصورة النمطية اللي صارت موجودة للرجل بغض النظر إذا كانت صحيحة أو خاطئة. صحيح كلامك 100%، وهذا كلياتنا منعاني منه. السوشيال ميديا دخلت بيوتنا كلياتنا، أطفالنا وحياتنا وشغلنا وين ما كان، وأكيد لها تأثير كتير كبير، نحن ما فينا ننكر هالشي. هذا بالمقابل بالنسبة للقدوة، لما الإنسان بده ياخذ قدوة على هو المراحل العمرية اللي عم بيكون فيها، فالمراحل الحساسة بتكون هي مرحلة اليافعين، مرحلة المراهقة. هون لازم الأهل ينتبهوا شوي ويتابعوا أولادهم ويوضحوا لهم ويرسموا لهم ويوضحوا لهم الصورة الحقيقية لهي الشخصية، إنه نحط الأسباب والدوافع وليش هي بدها تكون قدوة لإلك وشو بالمستقبل رح تحقق. نحن لما منحط هالقصص هي أكيد رح نحسن نوعي أولادنا بطريقة صحيحة لحتى ما يغلطوا وتكون قدوتهم شخصية ما خرج أبدا تكون قدوة. أما بالنسبة للفتيات اللي ما عم تعجبهم أشكاله، هي ظاهرة كتير كبيرة مثل ما قلت لك إنه هي ما عاد يقدروا يتصوروا على التليفون إذا ما حطوا فلتر، يعني أكيد. ما عاد يقدروا يشافوا نفسهم بالصورة الحقيقية، وهي كارثة لأنه اللي بشوف نفسه من خلال صورة مشوهة صورة مصطنعة ما عاد يقدر يتقبل نفسه شو ما عمل، يعني قد ما كان. أكيد أكيد للأسف، وهي شغلة كتير يعني عم تأثر بمجتمعاتنا نحن الشرقية بالذات، وخصوصي بالوقت الحالي اللي هلا ما في شيء يعملوه غير هالموبايل اللي بين الايدين، فهذا هو عم بيخلي انه الصور والشغل عليه هو اخذ الحيز الاكبر. بس مثل ما ذكرت هي دائما التوعيه من الاهل من المدارس من وسائل الاعلام كثير مهم انه نحن نستعين بصديق. دائما الصديق هو كثير مهم انه يكون نقد لإلك، لما بيكون في صديق حقيقي بيحبك عن جد هو ممكن ينتقدك، هذا النقد هو كثير بيكون له تاثير ايجابي بالشخص يلي عم بيحاول يتجه اتجاهات ما رح نقول انه انحراف او شيء، ولكن اتجاه غير حقيقي او رسم صوره مشوهه للواقع. حلو الانسان يعيش حياته مثل ما هي، لما بيتقبل حاله هو اكيد الناس رح تتقبله. اذا انا ما تقبلت حالي مثل ما كنت كيف الناس والمجتمع بده يتقبلني؟ كثير مهم الانسان يهتم بصحته، مو غلط ابدا. الصحه، الرياضه، الاهتمام بالنفس والجمال هو شغله كثير حلوه، رتوش ما بيأثر انه الانسان يشتغل على حاله، ولكن ما يغير الملامح الطبيعيه. لما بيكون في تشويه معين وما تمادى الإنسان بالشغل على حاله فهون بيكون ضمن الحدود الطبيعية. إذا عدل هالشي طبعا هو لأنه بجوز يعطيه ثقة بالنفس أكثر، لأنه في بعض الشخصيات ربما يكون أنه في مشكلة بالوجه مثلا، لما بتعدل فيها بيعطيها ثقة بنفسها أكثر وتنطلق أكثر. هذا طبعا مو غلط ولا نعيب أبدا، لأنه هو مثل ما ذكرنا نحن بالبداية بتعريف التصالح مع النفس أنه تعديل نقاط الضعف. لما بيحس أنه هالشي هذا عم يعطيكي نقطة ضعف، مو غلط أنه أنا عدل فيه حتى يصير نقطة قوة لإلي، ولكن التمادي
بالتعديل وعدم قبول الواقع هو هون بيدخل باضطرابات نفسية وما بيخلص. يعني مثل ما نحن بنشوف بعمليات التجميل في بعض الشخصيات بتدخل وما بتخلص لحتى توصل لتشويه بالنهاية. صحيح. وبتندم على اللحظة اللي بلشت فيها من البداية. أما الرتوش البسيطة مع المحافظة على الشكل الجميل هو كتير حلو، لأن أن الله جميل ويحب الجمال وهذا الشيء طبيعي وكل الناس بيحبوا هالشيء هذا. ولكن أنه لما بدنا ناخذ قدوة لنا ناخذ القدوة الإيجابية اللي بتكون محققة، مو لايكات لأنه أخذي على الشكل أو المظهر أو هيك، لا تكون محققة لايكات على المضمون لأنه عم تقدم فكرة معينة. دائما الإنسان بحاجة لقدوة بحياته، كلياتنا بمرحلة من مراحلنا مرينا وكان في إلنا قدوة أكيد، وتمنينا بلحظة من اللحظات نكون مثلها، وهذا شيء حلو لأنه بيعزز الطاقة الإيجابية عندك وبيحط لك هدف وبتحاولي تشتغلي عليه. أما لما الإنسان بيكون بلا هدف بضيع بالحياة. يعني اختيار القدوة المهمة كتير ضرورية، وهذا طبعا بينبع من الأسرة، والقدوة الأساسية هي الأهل، الأم والأب لازم يكونوا دائما تعاملهم جيد، لازم دائما يكون أسلوب الحوار هو اللي موجود ضمن الأسرة، لازم يخلوا أولادهم ما يسكتوا أولادهم لما بدهم يحكوا الفكرة، يخلي الولد يعبر عن شخصيته لحتى يحسن يكون متصارح مع نفسه من هو وصغير. أم أنا لما ببلش بطفولة سيئة وبيوصل بعدين لمرحلة المراهقة وبيجي بدي حاسبه هون كمان، يعني كمان صارت هون مشكلة. خلينا نبلش بطفولة جيدة للناس اللي عم تبلش حياتها جديد، أنه عاملوا أطفالكم بشكل جيد، خلوهم يعبروا عن شخصيتهم. دائما التمرد والعناد ما صفة سيئة أبدا مثل ما بتفكروا، كل شيء ما بيزيد عن حده هو بالحدود الطبيعي هو شيء مقبول، لأنه لما بيكون عناد بيكون تعبير عن الرأي، هو بيكون هذا نوع من أنواع الشخصية. كتير مهم كمان في شغلة ما حكيتها للتصارح مع الذات، عدم التعصب، لأنه دائما لما بيكون في تعصب للرأي هذا لحاله بيخليك ما تتصارحي مع نفسك. والتعصب للرأي بيكون أنه لما بيكون بمجتمع حدا عنده فكرة معينة بيقعد إجباري بده يطرحها وإجباري بدك تآمني فيها، ما عنده أبدا قدرة أنه يتقبل آراء الآخرين. لحتى يصير في تصارح مع الذات لازم أتقبل الناس اللي موجودين معي وأطرح فكرتي بكل أريحية، وافقوا عليها تمام، ما وافقوا عليها نو بروبلم، ما في مشكلة أبدا يعني. أما أنه يصيروا بالنسبة لي أعداء لأنه ما نون نفس أفكاري، لا، المجتمع فيه أفكار كتير وفيه عقائد وفي أي شيء، نحن هذا كلياته هذا الاختلاف هذا هو كمان اللي بيصنع الإنسان. لحتى تتقبلي الناس اللي حواليك لازم تقبلي نفسك. نعم. يعني نقاط كتير ضوينا عليها مع حضرتك بما يخص تصالح الذات، ركزنا أكثر شيء مع حضرتك على موضوع تقبل الذات، على موضوع القناعة وتقبل الاختلاف. بالوقت المتبقي بدنا نسأل عن نقطة كتير مهمة هي جلد الذات ولوم الذات الزائد، أيمت بيتحول لشيء سلبي وأيمت بيكون إيجابي؟ هلأ هي جلد الذات من الشغلات هي بتاخد جانبين وهي إلى طرفين، جانب معنوي وجانب جسدي. أحياناً جلد الذات بيكون عن طريق أذية الجسد، يعني كنوع من تشطيب الجسم، بيكون هذا نوع من غالبيته بيكون عند المراهقين بمرحلة من المراحل نتيجة رفض تلبية رغباتهم، أو بيكون نتيجة أنه شعور بالإحباط باليأس، فبيلاقوا طريق هو أنه تشطيب الجسم تشطيب الذات، فهان بيعمل لهم شعور بالأول بالألم، ولكن هذا الشعور بالألم يتحول إلى شعور باللذة، فهذا الشعور باللذة لما بصير عندهم بخليهم يكرروه أكثر من مرة، فهذا هو الجانب الجسدي. أما الجانب المعنوي فهو أنه التكرار بصير عادة مستمرة وبيتموا بأذية النفس وجلدة ومحاسبة النفس، وهذا كتير سيء. هلأ جلد النفس بالحدود الطبيعية هو مراقبة الضمير، يعني نوع من مراقبة الضمير، ما في مشكلة عليه أبدا. لما الإنسان بيمر بموقف غلط وبيحاول يصحح الموقف ويعترف فيه مثل ما ذكرت ويلوم نفسه أنه أنا ليش هيك عملت إلى حد ما، فهذا نوع من محاسبة الضمير. أما لما هذا اللوم بيستمر لفترات طويلة وبيأثر على شخصيته وعلى حياته، فهذا هون نوع من جلد الذات وبيسبب أذية نفسية كتير كبيرة. أكيد الله لا يجيب طبعا هاي الأذية لحدا. وأكيد معلومات كتير مهمة اليوم أخذناها من حضرتك، شكرا كتير لوجودك معنا أستاذ السلام القاسم. شكرا لكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير، شكرا كتير. ما هلأ نرمين صار الوقت لنتوجه لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. يسعد صباحك شيرين وكل سنة وانت سالمة. صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. The
أهلا بكم. واصلت ميليشيا قسد جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية، واختطفت عدد منهم بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشمالي. وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة من ميليشيا قسد داهمت بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي، واختطفت عددا منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة. قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف موقعين شرق بلدة بيت حانون وشمال بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال المتواجدة خلف الشريط الحدودي شرق بيت حانون وشمال بيت لاهية أطلقوا نحو 6 قذائف على موقعين وأراضي زراعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. وكان طيران الحربي الإسرائيلي أغار على موقعين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع ب4 صواريخ، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتسببت بإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة. استشهد وأصيب 8 مواطنين بنيران العدوان السعودي في صعدة، واستمرت الخروقات بمحافظة الحديدة، وأشن طيران 39 غارة على 3 محافظات. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 100 الخروقات بينها استحداث تحصينات قتالية. وأكد المصدر ذاته استشهاد 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين بنيران العدوان السعودي بمحافظة صعدة. كما استهدف طيران العدوان 6 غارات بمنطقة البلق بمديرية الوادي وب3 غارات مديريتي سرواح والجوبة في محافظة مأرب. أكد السيناتور الروسي أليكسي بيشكوف أن مطالبة بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين بفرض عقوبات ضد روسيا محاولة للعب دور تخريبي في المحادثات المقبلة بشأن الضمانات الأمنية بين الجانبين. وقال بيشكوف أن التحديدات التي أطلقها بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين فيما تسمى عقوبة جهنم بدلا من تقديم ضمانات لروسيا طريقة أكيدة لتعطيل المفاوضات. وجاء تعليق بيشكوف هذا ردا على معلومات التي تفيد بأن مجموعة مؤلفة من 24 مسؤولا أمريكيا وسفيرين سابقين في روسيا طالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا على الفور في حال قيام الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير، ومحطتنا التالية رح نروح فيها لفاكهة من الفواكه اللي ما بيخلوا بيت لو تكون موجودة فيه، وهي فاكهة الرمان، وخصوصا بالشتاء فوائد كتير رح نتعرف عليها بالتقرير التالي. يعتبر الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصير الرمان الطبيعي له العديد من الفوائد، أهمها تعزيز صحة الفم والأسنان، حيث أثبتت دراسة علمية أمريكية أجريت من قبل باحثين في جامعة أوهايو بأن الرمان يساهم في تقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة، كما أن دخوله في غسول الفم يقلل من مستوى البروتين الذي يسبب تكون البلاك على السن. هو جيد لصحة القلب. الرمان يساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين. يقي من السرطان، فهو غني بالمركبات الكيميائية كالفيتوكيماويات من نوع البوليفينول، وقد أثبتت الدراسات المخبرية بأن الكثير من مكونات الرمان تتسم بالقدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية. وأخيراً يساعد في تقليل ضغط الدم، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على تقليل ضغط الدم المرتفع، من ما يساعد في الحفاظ على وظيفة الشرايين والقلب والدماغ وبشكل جيد.
سلمى، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم ورح نحكي عن مرض يعتبر كتير شائع وخاصة بفصل الشتاء، التهاب المسالك البولية. هذا المرض يلي ممكن يكون ناشئ عن التهاب بكتيري، أي عدوى بكتيرية أو حتى عدوى فيروسية أو فطرية. رح نحكي أكثر عن هذا المرض ونتعرف على أسبابه وتعريفه الطبي وطرق العلاج، أكيد مع ضيفنا لليوم الدكتور قصي حسن، اختصاصي بامراض الكليه. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. صباح النور وكل سنه وانتم سالمين. وانت سالم يا رب. وان شاء الله سنه خير على الشعب السوري باذن الله. ان شاء الله. امين يا رب. يسعد صباحك عن جديد واهلا وسهلا فيك. يعني دكتور خلينا نبلش من التعريف الطبي لمشكله الالتهابات البوليه، شو السبب المنشا الاساسي لها؟ كتعريف الالتهابات او الانتانات البوليه هي وجود العامل الممرض بالبول بتركيز محدد. فمثل ما قلتوا انتم بالمقدمه، الجراثيم هي الاكثر شيوعا بالالتهابات البوليه. فوجودها بتركيز محدد بحيث انه تعطي اعراض، هي بصير عندنا اسمه التهاب بالمجاري البوليه، سواء كان التهاب بالمثاني او التهاب بالكليتين. وكاسباب طبعا الاسباب او كجراثيم عاده، خلينا نحكي عن الجراثيم بشكل رئيسي لانه هي الاكثر شيوعا. فالجراثيم عادة تجي من الإنسان نفسه، يعني بتنتقل فقط من الجهاز الهضمي باتجاه الجهاز البولي. بالجهاز الهضمي وجوده طبيعي ما بيعمل أي مشاكل، بس تنتقل للجهاز البولي بيصير في عنا الالتهابات. نعم دكتور، خلينا نحكي عن العلامات أو الأعراض يلي بتظهر على الشخص وممكن تكون مؤشر تخليه يروح يراجع دكتور أو حتى يعمل التحاليل المطلوبة. تمام. الالتهابات البوليه بتعلن عن نفسها مباشره مثل اي التهابات عاده. ف التهاب المثاني الحاد، خلينا نبلش بالاكثر شيوعا والابسط، التهاب المثاني الحاد بيعطينا اعراض بتدل عليه مباشره، يعني ما بتعطي اعراض مشابهه بامراض اخرى. فالحرقه البوليه، شعور يعني بالم او حس حراره او حس حرق اثناء التبول وخاصه بنهايه التبول. المرأة هي عادة هو مرض النساء، الالتهابات البولية بشكل عام لأسباب اللي عم نحكيها. فالحرقة البولية واحد، اثنين بتصير المرأة تطلع على التبول مرات عديدة، كل نص ساعة أحيانا كل ساعة، فبيكون أمر مزعج إلى بسبب تهيج المثاني، بتصير تتكرر كميات التبول، تتبول بكميات قليلة. بيصير عندنا عرض كمان اسمه الزحير البولي. الزحير شو يعني؟ بتشعر برغبة بالتبول، بتروح على التواليت ما بيطلع معها بول، فهذا اسمه الزحير البولي. وفي أحيان ممكن تظهر كمية قليلة من الدم في نهاية التبول. فهي الأربع أعراض تشير إلى وجود التهاب بالمثاني. بالنسبة لالتهابات الحويضة والكلية، يعني التهاب بالكليتين، له تظاهرات طبعا مختلفة. بده يكون في عنا ألم بالخاصرتين، الحرارة رئيسية، ارتفاع الحرارة والعروقات يعني البردية باللغة العامية، هاي أيضا ضرورية، وممكن يترافق مع غثيان وإقياء. وطبعا بالتهاب المثاني الحاد الحرارة غائبة تماما، لا يوجد ارتفاع بالحرارة نهائيا بالحرارة العامة طبعا. فهي الأعراض بشكل عام اللي لازم توجه المريضة أو المريض لزيارة الطبيب. نعم. طيب دكتور، عند بعض الحالات وخصوصا حضرتك قلت انه هو بنشوف هاي المشاكل عند السيدات اكثر، بعض الحالات المرضيه بيكون بعض الاشخاص الكبار بالسن عندهم امراض بتسبب لهم زياده الالتهابات البوليه بشكل كبير. يمكن بنشوف عند مرضى سكري بيزداد عندهم الاصابه بالالتهاب البولي بشكل كثير كبير. خلينا نحكي عن بعض هي الانواع اللي بنشوفها عند كبار السن بالذات. تمام. مو بس كبار السن، يعني السكري ممكن يكون سكري شاب وبيصير عنده انتانات. طبعا السكري هو احد المؤهبات لحدوث الانتانات البوليه بسبب طبعا وجود اولا السكر بالبول، ثانيا السكري ممكن يعمل لنا اضطرابات بالجهاز البولي وخلل في افراغ البول، وبالتالي بيأهب ايضا للالتهابات. بيكون في عنا ايضا يعني قليل من نقص المناعه بالسكري بتؤدي لهي الشيء. في اصابات اخرى يعني مثلا بنقول الذكور الكبار بالسن عندهم ضخامة البروستات، ضخامة البروستات تؤهب للانتانات البولية. وجود أي جسم غريب ضمن الشجرة البولية أيضا يؤهب للانتانات. مثلا بنقول الحصيات، الحصيات شائعة كثير، مجرد وجود حصاد ضمن الجهاز البولي ممكن يتركب عليها التهاب مجاري بولية. المثاني العصبية، التشوهات البولية عند الأطفال، فلذلك هي كلها
تؤهب للانتانات هبوط المثانه احيانا. تماما، فلذلك وقت اللي بيصير عندنا التهابات بوليه مثلا، لذلك الالتهابات البوليه هي مرض النساء لانه بتصير عندهم على جهاز بولي طبيعي بدون اي تشوه. اما وقت بتصير عند اشخاص مثلا عند الذكور، اذا كان ذكر ما يعني مو كبير بالعمر ما عنده ضخامه البروستات وصار عنده التهاب بالمجاري البولي، لازم ندور على مشكله عنده. او الطفل الاطفال اذا تكررت لازم نتوقع انه يكون في تشوهات بوليه، فلذلك الاطفال او الكبار ممكن اذا صار عندهم التهابات بوليه لازم نحن ندور عندهم على اسباب مؤهبه. تمام دكتور، ذكرت من شوي انه النساء هن الاكثر عرضه لهذا المرض، وقتنا بعد شوي بحكي لكم السبب. هلا شو السبب؟ طبعا هو المشكله طبعا تشريحيه، مثل ما قلنا هلا بالبدايه انه الجراثيم تنتقل من الجهاز الهضمي، يعني هي الاكثر شيوعا، في الى طرق انتقال اخرى بس الاكثر شيوعا من الجهاز الهضمي باتجاه الجهاز البولي. فطبعا قرب فوهه الشرج من فوهه الاحليل عند المراه تشريحيا هي بأهب لها الشيء. واحد هيتني اثنين، قصر الاحليل عند المراه، الاحليل عند المراه قصير ايضا يسهل دخول الجراثيم باتجاه المجاري البوليه. فهالسببين تشريحيا هن سبب بحدوث التهابات البوليه عند النساء اكثر بكثير من عند الذكور. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن العلاج. اليوم في كثير بنسمع بحاله انه انتبهوا ما يصير هي الالتهابات معنده او متكرره، نحكي عن فتره العلاج، الدواء، هل في شيء معين بيؤدي لهذا الشيء يصير دائما متعاقب اذا ما تم العلاج بشكل صحيح؟ هلا نحن بدنا نفرق يعني هاي شيء وهي شيء. الالتهابات مثلا التهاب المثانه الحاد اللي بيصير بشكل يعني مره واحده بالسنه يعالج كالتهاب لمره واحده فقط، فالادويه موجوده متوفره، وفي ادويه فقط جرعه واحده، يعني في عده ادويه، في دواء جرعه واحده بيكون المراه خلصت من التهاب المثانه، في ادويه اخرى لثلاث ايام او خمسه ايام، فهي مده العلاج هي قصيره بالتهابات المثانه. وقت اللي بيتكرر التهاب المثاني بنسميه التهاب المثاني المتكرر او المعاود، وقتها نحن لازم ندور على مشكله عند النساء بسن النشاط التناسلي. بنعطيها نصائح لاي انثى عم بيصير يتكرر عندها، اولا لازم تشرب مي كثير، يعني المي بتنظف، جريان البول ممكن يطلع الجراثيم باتجاه الخارج، واحد. اثنين، افراغ المثاني دائما بعد كل عمليه جنسيه، افراغ المثاني حتى اذا دخل الجراثيم ايضا تطلع. فهي التوصيات اذا التزمت فيها المراه بدقه وظلت الالتهابات تتكرر وقتها لازم نحن ندور على سبب مؤهب حتى نحن نعالج السبب. مثل ما قلتي قد يكون عندنا هبوط بالمثانه، قد تكون حصاد، قد يكون جذر مثاني حالب، يعني في يكون مشكله حقيقيه لازم تتعالج حتى نحن نرتاح من الالتهابات. بالنسبه لالتهابات الحويضه والكليه كمان ممكن يتكرر، وممكن نحن طبعا ايضا نبحث عن اسباب عن تكرره، والعلاج بالتهاب الحويضه والكليه طبعا هو اطول مده، وبنعطي نحن صادات مختلفة عن يعني مضادات حيوية مختلفة عن بنعطيها بالتهابات المثانة لأنه بيكون عادة الالتهاب أشد. فهي هي. تمام دكتور، من العلاج خلينا نروح على الوقاية اليوم. إذا السيدة كون النساء هن الأكثر عرضة عم تتكرر مع هاي الحالة ويعني ما عم تروح إذا بدنا نقول، أو كل فترة بترجع لها، في طرق وقاية اليوم أو مثلا نسمع عن موضوع الغسول، ما بعرف إذا بيفيد ولا لا بهذا الموضوع. هلا الوقاية مثل ما قلنا وقت بتتكرر الالتهابات وهي بتكون حالة معقدة للنساء، وقت بتتكرر أهم شيء شرب المي، يعني في كثير نساء على شرب كميات كبيرة من كافية من المياه حيث إنه تكون كمية البول خلال 24 ساعة لترين لترين ونص، هي قد تكون كافية لمنع تكرر الإنتانات. مثل ما قلنا افراغ ايضا المثاني بعد الجماع. هلا هي وقايه ذكرناها هون، يعتبر وقايه، هذول وقايه. هلا نحن في عادات سيئه كمان، مثلا الغسول او المعقمات المهبليه هي اثرها بالعكس عكسي، سلبي وليس ايجابي. ليش؟ السبب. لانه في عندنا نحن جراثيم موجوده في المهبل بشكل طبيعي بنسمى الفلورا المهبليه الطبيعيه، فنحن وقت بنحط هالمعقمات بنقتل هي الفلورا أو الجراثيم موجودة بشكل طبيعي في المهبل، فنفسح المجال للجراثيم الثانية الممرضة اللي جاية أنها تتكاثر، بينما إذا كانت الفلورا هي بتمنع من التكاثر، بتمنع الجراثيم الأخرى من التكاثر. فالغسولات هي المهبلية ما بنستخدمها إلا عند الضرورة، وقت بيكون في عنا التهابات بالمهبل وقتها بنعالج بنعمل غسولات، بس تنتهي الأمور خلص
نخلص بتغسل المرأة بالماء والصابون بكفي بالماء العادي والصابون. وأي التهابات موجودة في المهبل لازم نعالجها، لأنه أيضا قد تؤهب لالتهابات المجاري البولية. دكتور خلينا بما أنه هيك حكينا شوي اليوم بتفصيلات أكثر، ندخل بالحالات المعقدة أحيانا، وبقصد فيها بالفترة الأخيرة صرنا نشوف عند وقت بدأت جائحة كورونا، بنعرف أنه بعض أنواع الأدوية الصدرية أو الناس اللي عندهم أمراض صدرية بتتعارض مع بعض أدوية الالتهاب اللي هي للإنتانات البولية، وشفنا كتير حالات من هذا النوع اللي بيكون شوي صعب علاجهم، بالتالي أي مريض بيخضع مثل ما بيقولوا لعملية زرع البول لنشوف جسمه على شو بيتحسس شو قادريته. في بعض الأشخاص في بعض الأدوية الإنتانات البولية بتعمل لهم شدة صدرية مثل ما بيقولوا ما بيصير ياخدوها، فبيكون العلاج أصعب عليكم ببعض الأدوية، خلينا نحكي عن هذا الشيء. هلا الحقيقة العلاج نحن بالنسبة للكورونا طبعا التخبط اللي صار بعلاجات الكورونا واستخدام الصادات بشكل عشوائي، هلا نحن بس نستخدم الصادات في غير مكان المناسب الجراثيم قادرة أن تكون مقاومة لهي، وفي أدوية تستخدم بالإنتانات البولية استخدمت بالكورونا في غير المكان تبعها، فالجراثيم كونت مقاومة إليها، وبالتالي وقت بصير بالفعل الانتانات بولية واللي لازم نعطي فيها الدواء الجراثيم بصير مقاومة، وبالتالي بنضطر نستخدم أدوية حديثة وغالية السماء، يعني في أدوية اسمها التينام أو الإيميبينيم أو الميروبينيم، هي أدوية غالية السماء حق الإبرة 40,000 ليرة، بنقول 14 يوم مثلا المعالجة على الأقل، فالتكلفة عالية. صحيح. هي الأدوية اللي ممكن تصيب أغلب الجراثيم، حتى نحن في جراثيم بنسميها مقاومة موجودة بالمشافي، حتى على هي الأدوية عم تصير مقاومة، وبالتالي هي مشكلة أكيد عويصة، لذلك نحن ما لازم نعطي الصادات الحيوية إلا يعني بالاستطباب الفعلي والحقيقي طبعاً. دكتور خلينا كمان نحكي عن الفئات العمرية يلي ممكن تنصاب بهذا المرض، في فئات أكثر من فئات الأطفال ممكن يكونوا هلا ينصابوا بهالموضوع؟ مثل ما قلنا هو مرض المرأة عادة في سن النشاط التناسلي. فهي الانتانات البولية مثل ما قلنا بتحصل هو المرأة، عم نحكي عن المرأة. فلذلك إذا أصيبت فيه المرأة عادي. أما عند الأطفال طفل فرضا صار عنده انتانات بولية لازم نحن نشوف شو المشكلة، لازم نكون يعني نشوف المشكلة نحددها، يعني في تشوهات بولية ما بنكشفها ما بتعلن عن نفسها إلا بإحداثها للإنتان. يعني بنقول مثلا الجذر المثاني الحالبي، هي بيكون في تشوه بولي بترجع فيه البول من المثاني باتجاه الحالب، هذا بيأهب للإنتانات، وبالتالي نحن إذا كان عند الطفل عنده إنتانات متكررة لازم نعمل صورة حتى نشوف يا ترى عم يرجع البول ولا لا. فلذلك عند الأطفال هي غير شائعة، وبالتالي حدوثها عند الأطفال يستوجب البحث عن سبب. عند الذكور أيضا ما بتصير عند الذكور إلا إذا كان مثلا إذا كان في مريض عنده بحصة بالكلية وصار عنده التهاب مفهومي بالنسبة لنا خلاص الحصات موجودة، أما إذا ما كان في عنا أي مشكلة واضحة وصار في عنا التهابات عند الذكور طبعا لازم ندور على أسباب، فهو مرض النساء في سن النشاط التناسلي. طيب دكتور خلينا نحكي عن بعض المحظورات، يعني اليوم هيك لكل السيدات اللي عم بيتابعونا بما أنه مثل ما قلت هو مرض النساء أكثر من مرض الرجال، شو المحاذير اللي لازم يتبعوها لحتى ما ينصابوا، نوع من أنواع الوقاية مثل ما بيقولوا؟ هلأ يعني إجراءات وقائية، هلأ نحن بنقول الإجراءات الوقائية بنقول ما بتنطبق على الكل، الإجراءات الوقائية بنحط يعني بنوضعها ما في محاذير بتمنعها نهائيا، صح، بس نحن اللي قلنا التوصيات أو الوقائية اللي قلناها فقط اللي بتتكرر عنده الإنتانات، أما غير هيك نحن التوصيات العامة أو توصيات الصحة العامة شرب كميات كبيرة من المياه، هي جيدة بالنسبة لصحة الكلى وللإنتانات البولية. طب دكتور في أخطاء شائعة اليوم حضرتك عم تشوفها وعم تتابعها، ممكن للأسف حدا عم يشخص بطريقة غلط موضوع التهاب المسالك البولية، عم تكون في أخطاء شائعة اليوم بين المرضى؟ أكيد هي موضوع لازم كثير نضوي عليه، لأنه نحن تفضل اي امراه بيصير عندها مثلا حرقه بالبول بدون اجراء فحص بدون اجراء شيء بيعطوها صاد يعني بيعطوها صادات، او حتى في بعض النساء يعني صار عندهم مثلا لمره واحده التهابات التهاب مثاني حاد، بالمره الثانيه بس يصير حرقه بسيطه بتكون اخذ الدواء، لا ما لازم نحن ناخذ الادويه اطلاقا مثل ما قلنا هلا، احسن افضل ما تصير مقاومه عليها الا بالاستطباب الصحيح
وبس نتاكد من التشخيص، يعني تشخيص الالتهاب مثلا حاد سهل بكأعراض سريريه يعني نعمل بس فحص بول عادي بتبين معنا انه بفحص البول موجود جراثيم وموجود كريات بيضاء فالتشخيص سهل. طيب دكتور كمان خلينا نسأل هيك بعض الحالات الخاصة أحيانا، يعني أوقات بيكون في مريض عنده أكثر من مرض مع بعض وهي دائما بيكون أكثر من طبيب عم بيشتغلوا على الحالة مع بعض، خلينا نحكي عن حالات المعقدة الصعبة بهذا الوقت اللي عم نمر فيه، قديش مر عليك هيك حالات وشو أبرز الحالات المعقدة؟ حالات بنقول شبه يومية بالنسبة لنا، لأنه نحن عم نشتغل بمشفى كبير ومشفى ضخم، مشفى الأسد الجامعي، فلذلك هاي الحالات يومية والحالات المعقدة دائما عم نتعامل معها. فطبعا الإنتانات البولية بتزيد التعقيد، بتزيد التعقيد وهي سبب خاصة التهاب الحويضة والكلي، هو سبب لحدوث مثلا الصدمة الإنتانية، المريض بينزل ضغط بتحتاج للعناية المشددة. الحالات المعقدة الأخرى يعني أي المريض اللي عنده احتشاء عضل قلبي إذا صار عنده إنتانات بولية بيصير العلاج صعب. بيصير العلاج أصعب، مريض القصور الكلوي، المريض اللي عنده تثبيط مناعي بيصير دائما العلاج أولا أصعب، الجراثيم بتكون يعني قوتها أو فوعتها بنسميها الفوعة أكبر ومدة العلاج بتكون أطول، فهي خسارة للمريض ولل للمشفى مثلا بيضل المريض فترة أطول المشفى بياخذ سرير، فهي الحالات معقدة عم تعامل معها يوميا. نعم دكتور، يعني نصائح كثير ومعلومات كثير أخذناها من حضرتك، بدنا نتشكرك اليوم لوجودك معنا ولكل المعلومات والإضافات اللي قدمتها. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لوجودك معنا، بنتمنى اكيد الصحه والسلامه للجميع، واليوم كان معنا هيك بعض النصائح الطبيه لكل الاشخاص ممكن يعانوا من هي المشكله، واللي ما قدر يحضرنا مثل العاده بنقول فيه يشوف على اليوتيوب او يشوف الاعاده ليلى. شكرا لك. شكرا لكم. أما هلأ سلمى خلينا ننتقل لمحافظة السويداء ونتعرف على تجربة الشاب حسام نعيم يلي بكل حب وأتقان ومهارة عم يقدر يمزج أنواع من العطور بمعايير محددة وتركيبات مختلفة، والنتيجة عم بتكون عطور لأغراض علاجية. التفاصيل مع مراسلنا شام حمدان. يمزج الشاب حسام النعيم بكل حب وإتقان ومهارة هذه المقادير والأنواع من العطورات بنسب ومعايير محددة وتركيبات مختلفة لأغراض علاجية معينة، مراعيا في تركيبها ملائمتها لطبيعة وصفات كل شخص على حدة، لا يمل من الساعات الطويلة التي يقضيها في الدراسة والتجربة والتطبيق. عندي عشق وله للعطور، طورنا العطور، عدنا صياغة العطور لوصلنا لصيغة، عندي شيء 24 صنف حاليا وفي أكثر، يعني في أعمل بعد أكثر بس الأهوات القدرة المادية. نحن العطور تعبنا على صيغتها كلها، بتشم أي عطر ما بتضيع، فهذه السمة الموجودة فيه لأنه صيغته جديدة ما بتضايق اللي حواليك، ورحلتي بالعطر هي استكشافية لاكتسب خبرة لأنقل معلومات للناس في قسم كبير بيجهله. أثار جانبية ما في أثار جانبية إلو طبعا، غير بحالي، مش كل العطور إلى نفس التأثير، طبعا كل عطر له تأثير شكل. نحن بالعطور المعروف يعني بالسوق بالأسواق وكذا للأسف ممكن واحد يشتغل من باب مادي، فالعطار ما بيشتغل بالباب هذا، أنا عم بشتغل كمهنتي كعطار لأنقل شيء أسعد الناس فيه. إقبال كبير لاقته هذه العطور وارتياح من الزبائن الذين ارتادوا محله في وسط السويداء لوصف حالتهم ومرضهم، والذي بدوره يصمم العطر المناسب لكل منهم، مضيفا مع كل محاولة وتجربة أصنافا جديدة من العطورات العلاجية. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان. أما هلأ محطتنا التالية رح نروح لأحد الأطباق اللي بيشكل طبعا طبق شعبي وتراثي مهم بمحافظة دير الزور، الكليجة، رح نعرف تفاصيل أكثر عنه بتقريرنا التالي ومع مراسلنا إبراهيم الضلي. استطاعت الكليجة وبكل جدارة أن تتصدر إرث محافظة دير الزور، إذ لكل بلد ما يميزه من المأكولات التي يقدمها مواطنوها للزوار وفي المناسبات والأعياد. الكليجة أكلة شعبية من تراث دير الزور، كانت سابقا يعني بالبيوت
يشتغلونها ستات البيوت ويقدمونها بالأعياد بالمناسبات، بأي مناسبة لازم يكون بكليجة ديرية. بعدين تطورت شوي شوي، تطورت صاروا يشتغلونها بالمحلات. مكونات الكليجة السمنة، السكر، طحين، توابل الكليجة هي احنا نسميها بالدير الحوايج، حوايج الكليجة تتكون من زنجبيل، جوزة الطيب، قرنفل. توابل الكليجة كل محل له سر بيها، نكهة خاصة بيها، وينضاف لها حسب الرغبة حليب بودرة أو حليب عادي أو مي. طريقة تحضير الكليجة، الطحين أول شيء ينحط بالعجان أو على الإيد إذا ينشغل على الإيد، ينحط الطحين، بعدين السمنة، وبعدين التوابل اللي هي حوايج الكليجة تنحط، تنعجن كلياتها سوا إلا ما تتماسك وتأكل بعضها، بعدين ينحط فوقها الحليب والسكر، ينخلط مع بعض وينحط فوقها وتنعجن وتنمد على طاولة أو على رخامة أو بلاطة وتتقطع حسب الرغبة، تندهن بيض وتنحط بالفرن وتتقدم حارة أو باردة. تعد الكليجة إحدى الحلويات التي ما يزال أبناء المحافظة متمسكون بها، وهي تصنع في المناسبات وتعد الهدية المفضلة التي يأخذها الديريون معهم في زياراتهم إلى أقاربهم وأصدقائهم خارج المحافظة أو يقدمونها لزوارهم. للإخبارية السورية راهيم الظلي، دير الزور. سلمى، وصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا، غير لمساحة بتتميز متميزة بالإبداع وببصمة السيدة السورية يلي ما بتكب شيء أبدا. رح نتعرف اليوم ونكون مع سيدات من مبادرة إبرة وخيط يلي أقاموا مؤخرا معرض بعنوان حروفيات، ومن خلاله استطاعوا أنه يعيدوا للأقمشة التراثية ألقى. ورح يكون معنا بصباحنا لليوم، بيسعدنا نرحب بالسيدة مها حجازي وهي مهتمة بإعادة تدوير الأقمشة التراثية. أهلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي، واكيد بيسعدني رحب برزان كيلاني عضو بمجموعه ابره وخيط. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير وصباح الشغل والابداع والشغلات الحلوه. هلا ونحن عم نحضر للهواء، كنتوا حريصين كل حدا بده نطلع كل القطع اكيد اللي موجوده. خلينا نبلش ونحكي بالبدايه عن المعرض الاخير اللي قمتوا فيه لابره وخيط، نتعرف اكثر عن هذا المعرض، ويمكن هذا مو المعرض الاول، عندكم كثير معارض سابقة. نحن مجموعة إبرة وخيط، مجموعة تعنى بإعادة تدوير الأقمشة. عم نحاول، صلنا مع بعض تقريبا 5 سنين، عم نحاول كل سنة أنه نعمل معرض يكون يحمل بصمة. السنة معرضنا حروفيات، حبينا الحرف العربي هو لغة ساحرة تلامس البصر. صحيح. يعني مين ما شافه بيحبه، حرف جميل، حرف مقدس، فحبينا انه يكون بشغلنا. وشي حلو انه معرضنا تزامن مع 18 كانون اول اللي هو يوم اللغه العربيه، اليوم اللي ادخلت فيه اللغه العربيه كلغه رسميه للامم المتحده، فحبينا انه نحن السنه معرضنا يحمل هالسمه. كان في عندنا كثير قطع مميزه، كان في سيدات ادخلوا الحرف، سيدات ادخلوا كلمات مثلا، كان في عده تقنيات لوضع هالحرف على القطع تبعنا، اما مثلا ممكن نقصه بالقماش نثبته بالتطريز او ممكن يكون بالتطريز بحد ذاته. فبتحسي انه المعرض كان فيه تنوع بالاعمال. هون مثلا هنا دمشق من شغل السيدة مها حجازي. فبتحسي انه السنة المعرض كان يحمل سمة الحرف العربي، وهو طبعا حرف مشهور عالميا، يعني حتى غير الناطق باللغة العربية بيحبه، انسيابي، له انحناءات حلوة، تعذبنا شوي بشغله بهالانحناءات يعني، بس حاولنا تحدينا وطلع معنا هالشغلات اللي عم بتشوفيها. الشغلات اكيد كتير مميزة، ومختارين كلمات مثل كانت عم تحملون سلمى يا شام وهنا دمشق. كلمات بتعبر عن الهوية السورية. رح ننتقل لعندك سيدة مها، حضرتك مهتمة بموضوع إعادة التدوير. أول شيء خلينا نحكي عن مشاركتك بهذا المعرض وعن اهتمامك بهذا الموضوع بشكل عام. هلا كلياتنا بنحب إنه يكون كل شيء عنا مميز،
يعني اهتمامنا بهذا المعرض كان له بصمة كتير حلوة، لأنه استعملنا فيها الحرف العربي، الحرف الجميل اللي نحن بنفتخر بانتمائنا له. في عنا لوحات اللي مثل ما حضرتكم ملاحظين أدخلنا عليها الخط العربي، مثل دمشقية وفي عروق يسري الياسمين. من أجمل اللوحات هي اللي كانت معروضة للسيدة رزان، رائعة. وفي عنا كمان لوحات هدول كمان جداد، مثلا هي لوحة ممكن تتبروز وتتعلق على الحيط مثلا، ممكن وحدة تانية إذا بتحبي وقل ربي زدني علما اللي قدامك هون، بسم الله الرحمن الرحيم. في هلا كل لوحة من هدول لها قصة، كل واحدة لها حكاية، يعني كل شيء نحن عم نشتغله صحيح. هي بدها شغل كثير، عم نعيد تدوير وصريتي انه تطلع رح تطلع تمام، لانه هي خصوصي انا عملتها للمعرض، يعني هي اهلا وسهلا بكل زائري المعرض اللي كانوا حابين انه يشوفوا شغلنا. يعني هذا هو الشيء الجميل اللي هو مقصاصات قماشيه صغيره نحن حصلنا عليها باكثر من طريقه، في باكثر مثلا من لون، جلسنا بين الالوان لحتى يطلع معنا شيء فني، اما هو عباره عن مثلا مفرش طاولات او اللي مسكتوهم بالبدايه كانوا هن جلايل مخدات، يعني بتشوفي هي تبعهن دمشق الأولانية هي جلالة مخدة، ممكن هي مثلا مسكناها إذا بتحبي تمسكيها من فوق. أنا لفتني من وراء أنه حتى في يمكن يعني طرق التثبيت اللي عم بتكون هي كمان من إعادة التدوير، يعني بالعكس هيك لفوق بالطول، يعني مثلا هي بتتوقف فرضا، ممكن تنحط مفرش طاولة، ممكن تنحط بمدخل بيت، ممكن يعني المهم فيها انه كل شقفة قماش مأخوذة من مكان. كل صباح الخير سوريا. نعم كل واحدة لها قصة، هي مثلا جبناها من مكان معين، هي حدا أعطانا إياها، هي نحن قعدنا تدويرها بطريقة أو بأخرى، مثلا من فستان، من شيء ما عاد بدنا إياه مثلا، أو حدا أعطانا إياهم القماشات نحن ما كبيناهم، عملنا فيهم عمل فني وبنفس الوقت استعملنا فيهم تقنية الحرف العربي اللي هو الحرف اللي نحن بنفتخر فيه ومننتمي له. نعم أكيد. يعني خلينا نحكي سلمى، اللافت هون انه عم بيكونوا قطع قمايش مختلفه، يعني هون شو المبدا اللي عم تعتمدوا، انه تجريب ولا صار عندكم خبره انه هي بتلبق على هي عم تغيروا، ولا ممكن ترسموا شيء قبل تتخيلوا؟ نحن شغلنا كثير صعب لانه نحن بنشتغل باعاده تدوير الاقمشه المستعمله، يعني ممنوع نشتري قماش، نحن مجموعه ابره وخيط نشتغل فقط بالابره والخيط. شو في قماش عنا، شو في قماش زايد من عند خياطين من مشاغل، فنحن المشكله انه انت يعني هالقماش موجود عندك بدك تسخري، فكل سيده بتحطه بطريقه، يعني هي اللوحه الشغل السيده مها حجازي عم تجهزها لعيد الام، هي لعيد الام. امي يا ملاكي، إذا بتلاحظي هذه العبارة هون مكتوبة، أم حاملة طفلة، هذا كله نحن شغلينه بالإبرة والخيط، ويعني إطبة إطبة. الأم بتعتبر طفلها هو الملاك، والابن بيعتبر أمه هي ملاكه، فأمي يا ملاكي. وإذا بتحبوا كمان قالتها سيدة فيروز، صحيح أغنية صحيح. رائعة، يعني كمان يعني هو كله فن بيلحق بعضه، يعني أنه نحن منه إعادة تدوير ومنه فن جديد ومنه إعادة تراث ومنه، يعني هذا كل شيء يعني بتقدر تعتبريه شيء متكامل يعني. وبهالإبرة والخيط يعني ما بنستعمل ماكينات نهائيا، بتحسي انك عم تشتغلي قطعة من روحك من احساسك، عم تطلع يعني انت حاببتيها قبل ما تستعمليها. اكيد. وهون بدي اسال استاذه رزان، باعتبار حضرتك كل مره بيكون عم بتضمي لابره وخيط مجموعه جديده من السيدات، وكل سيده عم تحمل معها خبرتها، يعني خبرتها ان كان هي بالاشغال اليدويه بالمنزل قبل ما هي، او يمكن بيكون اول مره عم تتعلم داخلي على ابره وخيط عم تتعلم. خلينا نحكي عن هي الاسره اللي كبرت وصلى سنين وعملت مشروع للسيدات، يعني اليوم ما عاد بس نحن انه والله انا حابه اعمل شيء مختلف يدوي اعرضه بمعرض، لا نحن عم نقول اعاده تاهيل سيدات واعاده تاهيل اقمشه بالبيت وصنع حرفه لجداتنا عم نحافظ عليها اليوم.
أنا برجع بأكد إنه نحن مجموعة إبرة وخيط، مجموعة طبعاً مديرتنا سيدة جاكلين فرح بنوجه لها تحية. أكيد مجموعة تحية. نحن بنجتمع بمجمع دمر الثقافي كل سبت من 10-12، تدريبنا مجاني. أي سيدة حابة تدخل معنا أهلا وسهلا. مثل ما حكيتي حضرتك إنه في سيدات أول مرة بتمسك إبرة وخيط. صحيح. في سيدات مثلاً عم بالفطرة من ستة من أمها متعلمة شيء. في سيدات بيجوز تكون شاطرة بالتطريز، شاطرة بشغل السنارة، فنحن بنعلم بعض يعني. وكل فترة بنطلع بفكرة انه حنعمل مثل ورشة، يعني طلعنا بها الفكرة انه كل فترة بنعمل ورشة، سيدة هي بتستلمها بتعلمنا. السنة كانت ورشتنا حروفيات. انا بس حابة احكي علق شوي على معرضنا. انا كنت اقول انه كل قطعة بتحمل بصمة سيدة، يعني من حيث اللون، من حيث انه مربعات صغيرة كذا، يعني مهندسة بتلاقيها دقيقة، يعني سيدة مها مهندسة دقيقة بشغلة كتير. السنة كمان الحرف العربي عطى كمان بصمة، يعني أنا لوحتي تبع دمشقية وفي عروق يسر الياسمين وخلق العشق لدمشق، يعني بجوز أنت ما تشوفيها تقولي إنه هي كتير بتحب بلدها، عن جد كتير بحب بلدي أنا. السيدة مها أهلا وسهلا، يعني لوحتها وهي عن جد شخص محبب، واللوحة يعني كانت هيك بتعبر عنا. السيدة جاكلين فرح كمان هي اللوحة، صباح الخير سوريا، هاي الكلمات سلمى يعني المحببة كمان يعني بسوريا بنسمعها بسيطة. فحسيت انه يعني المعرض بالفعل حمل كل قطعة حملت بصمة سيدة، وبتلاحظي كل قطعة مختلفة عن الثانية، كل قطعة فيها روح حلو يعني. صحيح. فحملنا رسالة السنة حروفيات، لانه الحرف العربي يعني مسؤوليتنا. نعم. انه نوصله وهو راجع بقوه، يعني كان بالاول تلاقي مثلا ممكن كنزي عليها احرف انجليزي كذا، هلا لا الناس حابه انه يرجع الحرف العربي، راجع عند الفنانين التشكيليين بلوحاتهم، راجع بالازياء، راجع حتى الموضه العالميه بلش الحرف العربي، لانه حرف مقدس وحرف جميل، يعني ما في حرف بيعطي هالانسيابيه والانحناءات مثل الحرف العربي. فحبينا نحن نحمل هالرساله، فكان معرضنا حروفيات. نعم. وخلينا نحكي انه عملية اعادة التدوير دائما عم بتكون كل مرة مع فكرة جديدة، يعني كل معرض عم بيكون مختلف عن الثاني. كتير مهم نسأل عن تفاعل الناس، كيف عم بيكون مع هاي المنتجات، كيف عم تقدروا تصرفوا هاي المنتجات اللي عم تشتغلوها؟ هلا الحمد لله المعرض استمر بالمركز الثقافي بأبو رماني اسبوعين، يعني استقطب ناس كثير وكان في اقبال، يعني كان في اعجاب شغلنا. هلا انا ما بخفيكي انه نحن شوي عم نعاني من التسويق، يعني البيع شوي عم بيكون مو مثل، او مو بس احنا يعني كل صحيح. الناس يعني بسبب الظروف الاقتصاديه بالبلد بنطمح طبعا انه يصير في عنا شوي هيك نافذه لبرا، تسويق لبرا، يعني ننتشر اكثر. يعني انا ضل بقول انه حابين نكون باكثر من محافظه. هلا في عنا السيده ابتسام المصري، هي موجوده بطرطوس وعملت مجموعه هنيك، يعني حلو بلشتوا تدوروا تحيه. فنحن حابين ننتشر، حابين نعيد احياء هالحرفه تترسخ اكثر عند المراه. يعني المراه السيده غير انه هي يعني عملت شيء حلو، هي استثمرت طاقاتها يعني بشيء مفيد، عم تقدر تسوق، يعني عم بصير في شيء في بيع، اللي حابه ببيع، عم تعمل شغله لبيتها يعني حتى كمان. صح. عم تتعرف ممكن الشغل تكون يعني انه عم تملي حتى اوقات فراغه، يعني احيانا يعني انه منه عم تفيد نفسها وعم تفيد اهلها، وبنفس الوقت عم تفيد حالها وتدعم حالها ماديا ببعض الاحيان. يعني هي موضوع التسويق، لانه شغلنا كثير لطيف وجميل وهيك، يعني فهو قيمته عالية، هو قيمته التراثية كمان المعنوية أكثر من قيمته المادية. يعني إذا بنرجع لورا ولجداتنا كيف كانوا يشتغلوا هذا الشغل، كان دائما هذا من طبيعة حياتهم اليومية، يعني صحيح. ما إنه شيء جديد نحن عم نجيبه، بس نحن عم نطوره لحتى نحبب الناس فيه، لحتى يرجعوا له، لحتى كمان كل سيدة ترجع تشتغل هذا العمل تفيد نفسها ماديا وببيتها وما تحتاج لحدا يعني. أكيد. وهلأ الخط العربي كمان دخل معنا على الخط، فهذا شيء كتير بيساعد يعني. صحيح. وجميل يعني إنه مثلا نحن ما لنا عم نساوي شغلات هيك يعني إنه اعتباطية، نحن هاي كل شيء عم ندرسه، عم نصممه، عم نختار الشيء الجميل اللي رح يفيد الناس، رح يعطينا الهوية يعني تبعنا، رح يعيد للحرف العربي هيك ألقه وتاريخه ومحبتنا له
أكيد يعني أكيد. ويمكن هذا الشيء بيميزنا بالعموم لما بننزل على سوق تفضل يا ست أو بننزل على الأسواق اللي بالشام القديمة، كل منطقة في لها تطريز خاص فيها. يعني أهل الساحل لهم تطريز خاص، أهل خليني أقول الشمال الجنوب، كل منطقة لا بالنسبة لنا نحن هي بصمة جديدة. تماما، هي بصمة جديدة بتراث قديم. فلهيك اليوم لما حدا بده ينزل يشتري شيء خاص فيه يحطه بقلب البيت، بيقول شو بفرق عن الشغل الموجود، شغل الماكينة والشغلات الموجودة الدارزة واللي بتنتزع بسرعة يمكن مع الوقت وبتكلف كتير، بينما هون نحن لا، عم بيوفر لأنه هي أساساً إعادة شيء موجود عندك يعني خالص يعني، بس أنت رجعي عملي له لمسة فنية، اشتغلي بمحبة مثلاً وبيعيه كمان بمحبة، يعني أنه مثلاً اللي بده ياخده رح ياخده لأنه حابه، مو بس لأنه بده ياخده هيك يعني، هو اللي حيقتني شغلة ما لها موجودة عند حدا تاني غيره. يعني هو طالع من قلب السيدة اللي شاغلته، ما في مثل حكايته، حتى السيدة نفسها ما رح تعيد نفس القطعة، لأنه هدول الشغلات الموجودة عندها ما رح يتكرروا أصلا يعني. وعمل يدوي. وعمل يدوي تمام تمام. حتى لاحظتي بشغلنا كتير مدخلين قطب ظاهرة، يعني منحاول دائما نبين جمال العمل يعني اليدوي. هو حلاوة الحرف دائما بأي شيء إنه يكون حرف نافع الواحد يلمسه يحس فيه. يعني. صحيح صحيح. يعني استخدمنا مثل ما حكينا تقنيات مختلفة، يعني في منهم مطرزين الحرف، لا هون تطريز مثلا، هنيك لا قاصين الحرف، قاصين الحرف وحاطينه. لا هذيك إذا بتحبي أستاذي في هلون. إيه هاي كمان تدخيل كروشيه. يعني احنا شاغلين بالابره بالهدول الكروشيه تمام، وعاملين لها بطريقه ثانيه تزيينيه مختلفه، يعني مثل ما قلت لك بصمه جديده لسيدات جداد لمواضيع حديثه، يعني كل هذا الشيء بيساعد انه نرفع من شان هالموضوع هذا اللي هو اعاده تدوير الاقمشه. نحن ما عنا جايين لحتى نكب شيء، نحن عنا كل شيء له تمام، وبالتالي نحن لما بنشوفه بدون وقت رفاهية تنكب شيء. هلا صار الواحد كله بيعتز فيه، كل شيء صار له. بعدين شغلة بدي أقولها، أنت لما بتحطي قطعة قديمة عندك، يعني مثلا هاي القطعة يعني هاي القماشة قماشة خالتي الله يرحمه فأنا لما بتطلع على، حتى أخواتي لما شافوا أنه هي هاي لخالي الله يرحمه، يعني أنت حطيتي ذكرى يعني صحيح بهالقطعة اللي انت يعني انا كل ما بطلع عليها انه بترحم عليها. فكل قطعه انت بتحطيها في لها ذكرى، بجوز من قميص من ابنك، بجوز جلاله قديمه عندك يا بس تعتزي فيها، خليتيها احتفظتي فيها بهالقطعه، فهي مو بس قطعه فنيه وجماليه، هي ذكريات يعني موجوده عندك، هي قصص وحكايات. قصص هي حكايه كل سيده يعني. فمنتمنى كل سيدة إنه ترجع لحرفة إعادة تدوير اللي هي كانت موجودة عن جداتنا، ما كانوا يكبوا شيء أصلاً، كان كل شيء يدوروه، فمنرجع من دوره منشتغل شيء حلو بالإبرة والخيط، ما عم نستخدم ماكينة، يعني تقول السيدة بس إنه ما في كهرباء ما في كذا، لا بالإبرة والخيط. والعمل اليدوي بيفرغ طاقات سلبية، يعني بتعطيكي طاقة إيجابية مزبوط. والعمل الجماعي بيعطيكي روح العمل الجماعي، بتعطيكي يعني كمان نوع من السعادة. فنحن مجموعة إبرة وخيط كتير مجموعة حلوة، يعني مو بس بنشتغل، منأبدع، منعمل من شغلات بعض، حلوة، منعطي بعض، منشوف كل واحد شو ناقصة بتاخذ من الثاني، يعني كل واحد شو عنده بيعطي للآخر، يعني هي هيك العطاء، يعني هي بمعنى تاني، يعني إنه مثلا ممكن يكون هذا الشيء عطاء مستمر ولقدام ولولادنا ولأحفادنا ويستمر ويستمر ويستمر. ما حكينا عن لوحة جماعية، نحن كل سنة بنعمل لوحة جماعية بس ما صح لي والله جيبها. لوحة بتشترك فيها أكثر من سيدة، يعني اشتركنا تقريبا 12 أو أكثر. شو بنعمل؟ نشتغل بالمركز مع بعض، منوصل القطع مع بعض، طرزنا الأحرف مع بعض، فكمان هي متعة يعني. ونطلع كل سنة بالمعرض بلوحة اسمها لوحة جماعية بتضمنا، يعني بتضم شغلنا مع بعض، فكمان هي بتعطي هي عبارة يعني كمان عن مفرش ممكن يستخدمه الواحد مثلا كمان له استخدام، ما انه نحن عملنا لوحة وخلاص،
لا ممكن نحطه مفرش طاولة، ممكن نحطه مفرش للسرير، يعني هو جميل من أحلى الأشياء. ممكن نقدمهم كهدية بهذا الظروف الحالية اللي عم نعيشها. فقديش حلو سلمى نقدم لشخص منحبه هدية، نحن شغلينا بإيدنا بمحبة، منعرف شغلين كل قطبة فيها وكل طبعا. وقديش رح تكون هي هالهدية مقدسة ومميزة عند الشخص اللي حياخدها، يعني إنه هي أنا بعرف إنه هذا الإنسان شاغلها بإيده، تعبان عليها ساعات متواصلة، يعني تعبان وصلان لمرحلة إنه مثلا حاطت فيها كل شيء من قلبه، أو حتى ممكن مرق له رسالة فيها أو حط له تفصيل معين هو بيحب، يعني إيه حتى ممكن تعمليها مثلا أشكال مثلا معينة تسكري مثلا، إذا بتقولي فرضا عندي منك شغلة تحفة فنية بتشكلي داير ما لفتها مثلا وتحطي بقلبها أو ورود قلوب كذا، يعني أي شيء، يعني إنه مثلا بس بتطلع مختلفة، بتطلع بروح جديدة، بتطلع بجمالية مختلفة عن ما كانت عليه. نعم، يعني بالختام نتشكر وجودكم معنا أكيد، ويعطيكم ألف عافية، وسنة عن سنة هيك يضل إبرة وخيط عم يطلع وينتج ويأبدع ويحافظ على تراثنا وتراث جداتنا إن شاء الله. نحن بنتشكركم على دعمكم دائما عم تضووا على مجموعتنا، وبنبعت طبعا لكل ست حابة تتعلم، نحن بمجمع دمر الثقافي كل سبت من 10 إلى 12 تدريبنا مجاني، بس تجيب معاه إبرة وخيط. كثير بنفتخر بوجودنا معكم، وخصوصا على شاشاتنا الوطنية، بنحب كتير كتير دائما انه نكون ضيوف عندكم وضيوف على الناس الموجودين ببيوتهم، لحتى يعرفوا شو هذا الشيء اللي عم يشوفوه وشو له معنى وشو لقدام ممكن يصير يعني، وكيف ممكن يتطور. نعم ان شاء الله. قديش حلو الالفه اللي عم تحكوا فيها والشغف اللي عندكم، بدنا نشكركم لوجودكم معنا، واكيد لنا لقاءات قادمه بمعارض ثانيه. شكرا كثير لكم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا. أما هلا سلمى وصلنا لختام صباحنا، غير نتمنى لك باقي نهار ظريف، ولكل مشاهدينا ان شاء الله يا رب اليوم حلقتنا بضيوفها ومواضيعها تكون نالت اعجابكم. ديروا بالكم على صحتكم، وان شاء الله يا رب اليوم يحملكم كل تفاصيل الخير والصحه والرزق. شكرا لك نرمين، ونهار سعيد لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. السنة لساتها بأيامها الأولى، يمكن في كتير أوقات مرقت وسنين مرقت ما لحقنا نوصل لكل شيء بدنا إياه، ولكن الحلم ما بيوقف، والأمل أكيد هو الشيء اللي عايشين على قيده على الحياة، والرجاء دائما بالصحة والعافية للجميع، والتعافي أيضا لسوريتنا حبيبتنا، وأكيد لأهلينا الصحة والعافية، وإلكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا يا رب الصحة والتوفيق والرزق الوفير. ضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.
يا حبيبي.